السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم معكم فيديو جديد، غادي نوجدوا هذا الغبه اللي كيكون ساهل صراحه، اللي هما جنيحات اولا لي وينكس بهكايا بوتيتوس. صراحه كيجيو زوينين كيدخلوا الفران، يعني ما كيجيوش مزيتين. نخليكم مع الوصفه. المهم غنحتاجو هنايا يعني عندنا جنيحات ديال الدجاج شحال ما بغيتيو. انا عندي هنا 6 على حسب جوج الناس، وعندي العطريه اللي هي البزار، الخرقوم، وسكينجبير، وفلفله حمراء، وشويه السودانيه، وعندي معلقه وشوي ونص ديال المطاط، وعندي شويه القزبر والمعدنوس مدقوقين مع الثومه وشويه الملح. كما وعندي نص حامضه. كما كتشوفوا كنشد الجنيحات ديالي كنقسمهم على جوج. كما كتشوفوا كنقطع الجنيحات ديالي كاملين. صراحة الوصفة كتجي غزالة، كتجي بنينة، وحسن ما نطيبو هادوك الجنيحات كما كيديرو الناس، يعني كيطيبوهم مرقة أو كاين اللي كيجمعهم مثلا وكيطيبوهم بوحدهم، فهكا كيجيو صراحة غزالين. أنا بعدا صراحة ما مقدرش تستغنى عليهم، صراحة ديما كنديروهم كيجيو زوينين، كنبقاو كنجمعوهم ملي كنشوفو راسنا جمعنا شي كونتيتي اللي معقولة، صافي كنطيبوهم هكا. يمكنكم ديروا اكومبانيومون معهم البوتيتوس كيما درت انا، او لا بيوري، او لا سالاد، او لا روز، او لا شي سالاد ما كانت كتوكا ولا العلوكا ولا اللي كان. كيما شفتوا هنايا كنبدا كنحط ديك المعدنوس والقزبر مدقوق، وكنزيد عليه المطهد معلقه ونص، وكندير العطريه ديالي كما قلت لكم قبيله البزار. هنا على حسب الذوق، انا بغيت ندير شويه ديال الحار، يعني نتوما على حسب الذوق لما كنتي مش كتاكلوه بلاش. صافي معلقه صغيره البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء. ولا كانت عندكم البنات صوجا صويا صوص كلكم ديروا شويه، صراحه كيجيو غزالين بها، ولا يمكن لكم تحطوها معاهم يعني تاكلوهم بها كتجي زوينه. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي غادي ندير لك، نحاول نديرهم لكم معمرين بالفيرميسال، صراحه كيجيو زوينين. ديروا شويه ديال الازياتيك. المهم كيما شفتوا زدت عليه شويه ديال العصير ديال الليمون، وكيما شفتوا درت شويه ديال الزويته اللي هي زيت العود وزيت المائده. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نشرمل الجنيحات ديالي. من الافضل تبيتوهم في هاد الشرموله هادي ليله كامله، حتى الى توصل اخر لحظه عاد غادي تصوبوهم. فمن الاحسن انكم يعني ديروهم شي ساعه لما كان يشربوا. انا صراحه ما بيتهمش حيت الشال الصباح، يعني بقيت كنقول شنو ندير، ودرتهم خليتهم ساعه المكانه. صراحه جاوا بنانين مشاربين، حيت ديجا عندي الدجاج يعني عندي مغسولين بالحامض، و يعني ما فيهم لا زفره لا والو. صافي كما كتشوفوا كنبقى كنشرمل ديك الكميه ديالي كامله. صافي هنا من بعد ما درتهم كاملين غادي نخليهم يعني غادي غطيهم بسلوفان، وغادي نخليهم يشربوا لي شرموله ديالي شي ساعه المكان او ساعه ونص على حسب، يعني حتى تبغيو انكم تاكلوا عاد طيبوهم. هنا بالنسبه للاكومبانيومون اللي قلت لكم غادي نصوبوا بوتيتوس، وهنايا استغليت الفرصه باش نوريكم كيفاش كتقطع، حيت كاين اللي ما كيعرفش. حنا في لي ريستورون معروفه الطريقه، وليني اللي في الدار كاين اللي ما يكونش كيعرف. المهم كما كتشوفوا بوتيتوس خصها ديما تكون هكا، يعني كاع الريوصه ديالها كيكونوا ماضيين يعني متلته. كنشدو كما شفتوا عندي بطاطا غير صغيره، ضروري تكون صغيره ما تاخذوش ديك الكبيره، و كتشدوا الموس كتضربوه جنب وكتضربوه على الجنب الاخر عاوتاني، فهمتي، باش يجيوكم الجناب ديالها يعني ماضيين. هذه هي البوتيتوس، وهكا خصها تكون ديما. يعني كاين كنشوف اللي كيقسم غير البطاطا مثلا على جوج، كتكون صغيره وكتجي يعني كتجي يعني مربعه من الجنب، لا نورمالمون خصها تجي مثل، يعني كنظن راها الطريقه واضحه. غير حاولوا تختاروا البنات هكا بطاطا اللي يكونوا صغيرين ما يكونوش كبارين بزاف. صافي وكما قلت لكم الا كان شي وحده صغيره كاع ماشي مشكل نقسموها على جوج. كانوا
كانت بحال هكا هادي اللي عندي، يعني كضربوها على ثلاثة باش كيجيو الحواف ديال الحافة ديالها التحتانية هكايا بتلتة. كان الطريقة مفهومة وسهلة، فكنت من تجربوها، جربوها البنات. يمكن لكم يا إما تقليوها في تقليوها عادي، أو لا يمكن لكم تخلوها الفرن. أنا قلت نشعل الفرن ندير فيه، يعني بغيت شي حاجة اللي يعني ما تكونش مزيتة بزاف، دخلتها الفرن. صراحة جات زوينة وجات مقرملة، وكما غادي تلاحظوا في المقادير اللي غادي نشرملها بيهم، ما غاديش ندير الموطاط، ما غاديش نديرو غير علاش باش غادي تجيني يعني مقرمله شي شويه. اما الموطاط اللي درتو لها ما غاديش تجيني كما بغيت انا. صافي كنكمل هكايا البطاطا ديالي كامله. اسمحوا لي في هاد لابارتي هادي ديال البوطيطوس، حاولت نتقل الفيديو، ماشي نتقلو، حاولت نخلي الفيديو كما هو، ما نقصتش منه بزاف. علاش؟ باش تاخدوا فكره كيفاش كتجي. يعني راها سهله، ومهم كاين اللي ما كيعرف لهاش بطبيعه الحال. انا راني ما كنتش كنعرف، راني تدرت هاد الدومين عادي، يعني وليت كنعرف لهاد الشيء هذا. المهم كيما شفتوا من بعد ما كملتها، صافي غادي ندوزو باش غادي نشرملوها. وكنتمنى البنات ابوناو في لاشين يوتيوب، تخليو ليا لي كومونتير ديالكم، وشكرا بزاف على الدعم. والعائله ديالنا في اليوتيوب راه غادا وكتكبر، كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم في لي فيديو كاملين. مهم صافي كما شفتوا من بعد ما قطعتها، صافي هنا البنات من بعد ما قطعت الكميه ديالي كامله، فانا كما شفتوا راني ما درتش بزاف. كما كنقول لكم كندير ديما القياس اللي يعني اللي غادي ناكلو حنايا. كما شفتوا هنايا درت لها شويه ديال الماء، يعني دي باغ فرواي راها معروفه بطاطا، يعني كنديروها في ما بارد. صافي درت لها مليحه ودرتها تسلقات غير شويه. البنات حاولوا معاها ما تهبط لكمش باش تجيكم طبق تقدم على الاخر. هانتوما كتشوفوا كنبرك عليها راها باقا شاده في راسها، مازال ما دخلهاش الطياب، غير بحال رطبت شي شويه. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نديرو لها شرموله ديالها بعد ما قدرتها بطبيعه الحال من اللي كانت مسلوقه فيه. وهانتوما البنات يعني غير كان عندكم الخاطر مثلا وما بغيتيوش تسلقوها، بامكانكم غير تشد لكم شويه الوقت في الفرن. مهم انا هكا جاتني قد هي وجنيحات ديالي، يعني طابوا لي في دقه واحده. صافي كما شفتوا درت لها معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء، ودرت شويه ديال السودانيه اختياريه بطبيعه الحال. وغادي ندير ليها شويه ديال الربيع كيما شفتوا. طريقه سهله وزوينه صراحه، والله الا كتجي لها غزاله. حنا ديما كنديروها. هنا البنات نسيت ما قلت لكمش بلي درت لها شويه ديال القزبور يابس مدقوق، هذا هو اللي زدت على شرموله الاخرى. لما ما بغيتيش ديريه ما ديروش، يعني اختياري على حسب الذوق. انا كيعجبني فاش نديرها كندير لها شويه. يمكن لكم ديروا لها شويه ديال الزعتر تحكم كيجي حتى هو معها زوين. الا كانت عندكم لا سيبولات حتى هي، الا كان عندكم البازيليك حتى هو كيجي زوين. المهم اللي عندكم يمكن لكم تخدموا به، اولا لو طون الغومارين اللي كان عندكم يمكن لكم تخدموا به. صافي هنايا زدت كيما شفتوا زدت البطاطا ديالي شويه ديال الزيت، غير شويه البنات ما تكثروش بزاف. شويه ديال الزيت، ودرت لها المليحه بطبيعه الحال، وصافي. يعني هذه ما كتحتاجش يعني تشرب شرموله، ماشي بحال الجنيحه ديالنا. صافي زدت لها شويه ديال البيرسيل، و اللي هو المعدنوس مقطع، وصافي. هنا البنات فرشت في اللاطه اللي غادي ندخل الفران شويه ديال بابي كويسون، يعني ودرت البطاطا ديالي في الجناب، وغادي نحط دوك الجنيحات في الوسط. يعني علاش انا بغيت يعني ديك المريقه اللي غادي تهبط ليا من الجنيحات، يعني بحال تنسم ليا شويه ديك البطاطا،
يعني هذه اختيارية، ما بغيتيش ديروها هكا ما ديروهاش هكا، ديرو كل واحد في لاطا ماشي مشكل، هكا عادي يعني ما ضرش. بالعكس تنسمات لي البطاطا وجات غزالة والله، لا تحمقوا عليها، بالخصوص اللي عنده دراري صغار او اللي كيبغي يدير ريجيم وكيعجب كيعجبو كتعجبو بطاطا مقلية او لا بوطيطوس مقلية، وبغى شي بغاها تكون صحية يعني بهذه الطريقة، هذه راها صحية كتجي غزالة، جربوها وانا اكيد غادي تعجبكم، ولا عجبتكم رجعوا كتبوها لي في لي كومونتير. يعني ما كاينش اللي ما عندوش بطاطا في الدار، يعني شرملوها بالعطريه اللي عندكم في الدار وزويتها ودخلوها للفران. صافا البنات، من بعد ما استفدت هذا الشيء في اللاطه ديالي غادي ندخلها للفران وغادي نرجع باش غادي نشوفوا الشكل النهائي وكيفاش كي وفاش كيطيبوا لي الجنيحات ديالي كي كيجيو دايرين. هانتوما البنات هما من بعد ما طابو وخرجوا لي من الفران، صراحه كيجيو غزالين. شوفوا على الوين كياخذوا، والبوتيتوس ديالنا كتجي زبده، وفي نفس الوقت القشره الفوقانيه ديالها كتجي كروسيون مكرمله، كتجي بنينه. كنصحكم تجربوها والله. و تا الجنيحات ديالي الطبقه الفوقانيه كتجينا مكرمله هكا، يعني كتجي زويونه. كانت هذه هي الوصفه ديالي ديال هذا النهار، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها. صافي غادي نكمل الدريساج في لاسيات ديالي وصافي، وكانت هذه هي الوصفه ديالي ديال هذا النهار. غادي نخليكم مع التصاور باش تشوفوا الشكل النهائي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى لعجبكم هذا الفيديو، تبركوا على الاعجاب وتبارطاجيو لا فيديو مع اللي هيكون انتريسي بهاد الوصفه، اولا شي واحد اللي عارفينهم عندهم مع الطبخ وكيبغيو يعني وصفات اللي هكا ساهلين. وخليت لكم الراحه، وباي باي.